التقوى العلم والعمل. العمل الصالح لا يكون بلا علم، وعلم بلا عمل أشد الناس عذابا. فلقاء تنبيه النبي لأبي ذر على خطئه، إذا عرفت أنك أخطأت شو لازم عاد تعمل؟ بدك تصلح الخطأ. كيف عاد أبو ذر بده يصلح الخطأ؟ فلما خرج من مجلس رسول الله استلقى أبو ذر على الأرض ووضع خده الأيمن على التراب، فهمانين على الأرض، وحلف يمينا بالله على مين؟ على بلال، إلا أن يطأ خده بنعله. كان ابني إذا أسأت فأحسن، إن الحسنات يذهبن السيئات، أتبع السيئة بحسنة تمحوها. أما تقول الله غفور رحيم، تسرق، تنهب، تكذب، تخادع، تؤذي الناس، والله غفور رحيم، إيش الله ملعب بين إيديك؟ أتبع السيئة إذا أسأت فأحسن، أتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس، ما قال خالق المسلمين، الناس بخلق حسن. فأقسم أبو ذر أساء أم أحسن مع بلال؟ بإيش أساء؟ بكلمة، بالكلام. شو قال له؟ والنبي بإيش وبهه؟ قال له أما علمت أنه ليس لابن بيضاء فضل على ابن السوداء، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فحلف أبو ذر على بلال إلا أن يطأ خده بنعله كفارة لما سبه بنسبته إلى أمه السوداء، مع أن أمه سوداء. فكيف إذا قلت في حق إنسان قولا زورا وكاذبا وبهتانا وافتراءا؟ فقولوا آمين يا ابني. الله يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذه حقوق، هي شذرات من حقوق الإنسان في الإسلام. وإذا واحد شك في قضية من القضايا الإسلام فاسألوا أهل الذكر. يسأل لما الإنسان بتحليل دمه أو فضلاته بشك بوجود جرثوم، طبيب يقول له حلل، على نتيجة تحليل الطبيب يكتب له، يروح لعند الصيدلي يدفع الثمن للطبيب وللمحلل وللصيدلي، وبعدين يستعمل الدواء فيحصل الشفاء. أما لا منحلل ولا منجيب الطبيب ولا منروح لعند الصيدلي ولا مندفع ثمن، بدنا الدواء بالبلاش، روحوا جربوا خذوا شيء راشيت على أي صيدلي. قال له على روح أبوك، أنا في معي مصاري لكن عملها هيك لوجه الله، قال لك كيف يخلع رقبتك إلى آخره. فالناس بدهم الدين مجانا، وفي ناس أعرضوا عن الدين لأنهم ما رأوا الدين الحقيقي، رأوا الدين المزور، ما رأوا رجل الدين الحقيقي، رأوا رجل الدين المشوه. فالله عز وجل يعرفنا بالخل خلا وبالعسل عسلا، ولا يغير أذواقنا بأن نجد المر حلوا والحلوى مرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.